سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فيا أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تعالى في محكم آياته: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنزاعات والهجر والقطيعة فلم يسلم من الأقارب ولا الجيران ولا الأصدقاء ولا قطع أسباب الفتن والبغضاء، فإنها من أعظم الأمور المقربة إلى الله جل وعلا. فالمصلح أيها الإخوة المؤمنون هو ذلك الذي يبذل جهده وماله ويبذل جاهه ليصلح بين المتخاصمين. أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين. يا سيدي يا سيدي يا سيدي.